دايرين؟ لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديد، صباحكم صباح النور والورد والياسمين. مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال اليوم. هذا الفيديو ديال اليوم نتقاسم معكم واحد الفطور بسيط بسيط ومفيد، بسيط صحي ومفيد، سهل بزاف بزاف بزاف، ما فيه شي حاجه يعني عادي ديال كل الناس، يعني عادي فيش حاجه بسيطه بزاف. هو مفيد للصحه ديالنا، لازم يعني هاد الفطور يكون دائما عندنا في كل صباح. ويلا نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم. دابا انا درت الماء يطيب، طاب ليا، غنمشيو نعمرو اتاي ديالنا ويلا نبداو. احنا درنا اتاي ديالنا كيتبخ، نمشيو نوجدو شي لاخر بما تسبخ لينا اتاي ديالنا. انا هنا وجدت بلاطو، غادي نحط يعني زبده، كونفيتور، وعندي هنايا شوكولا، غادي نحطها في هاد اللعيبه الصغيره هنايا. وعندي هنايا ثلاثه البيضات، يعني البيض كيف عارفين ضروري لازم يكون عندنا في وجبة الفطور، حيت البيض عنده يعني فوائد، يعني عدة فوائد مهمة لازم يعني نطيبوه، يعني لازم علينا ناكلوه في كل فطور ديالنا. يعني غنوريكم اليوم واحد الطريقة زوينة باش توجدوا البيض، ويلا كملوا. ها هو أتاي ديالنا بدا كيتبخ، ها هو طفينا البوطة. دابا انا حطيت البراد، حطيته فوق هاد اللعيبة هادي، عارفينها يعني كلشي عنده باش ما يتحرقش ليا التو. فدابا غادي نمشيو نحضروا البيض ديالنا ونوريكم الطريقه اللي قلت لكم. يلا نبداو. كنحتاجوا البيض كيف قلت لكم، زيت العود، كنحتاجوا الربيع عفوا، الملحه، واللي بغى يدير البزار ولا الكمون، اللي بغى يديرهم كاع. اذا يلا نبداو. درت المقلاه ديالي دابا في زيت العود، زيت العود اللي ما عندوش زيت العود يدير زيت نباتي ماشي مشكل، غير كيف عارفين زيت العود كتكون عنده واحد البنه يعني لا مثيل لها. مهم دابا غادي نضيفو الربيع، انا درت البيض ديالي هنايا، خليت الزيت تا سخن مزيان، بداو تحركوه بالفرشيط باش كيتفرتت ليكم، كيعجبني انا فرتت على حسب اللي كيبغي، يعني يبقى طويل هكا ممكن يدير هاديك يستعمل معلقه ولا شي حاجه اخرى. كيف قلت لكم البيض يا اما مسلوق يا اما مقلي هكا، مفيد في وجبه الفطور، كيعطي شويه القوه. عاوتاني الحليب والتمر حتى هو، والماء خصنا نشربوه، هو اول حاجه خصنا نشربوها اول حاجه هي الماء. الحليب والتمر كيعطينا سوا شويه القوه، وحتى البيض. ممكن عاوتاني عاود في الصيف مثلا نشربوا العصير ولا شي كيكه بحال هكا مثلا، كيعطينا عاود شويه القوه. سمحوا لي كنتو كتسمعوا شي صداع. ليكم لا درتو الكمون في الاخر اولا البزار، كنتو باغي نديرو بزار يعني يطيب معاه في الاول
ما كشدايه الكامون ممكن يطيب معاه، ممكن عاوتاني في الاخر الشكل النهائي دير فوق منه البزار كيجي عاود بنين والشكل ديالو زوين كيشهي. عرفتي الريحه بنينه كنديرو عاود حتى ثومه كنحكوها، انا ما درتهاش هنايا نسيت والله الا طابلنا البيض ديالنا. يلا نكملو على بركة الله. طلعت عليه البوطة دابا، ها هو البيض ديالنا. ليك لي بغا يدير الكمون ممكن يدير هكا خطوطة يجي الشكل ديالو زوين. عندنا الترسل هدا نحطو فيه واحد بحال بيسكوي، ولكن هي كتجيني أنا بحال حلوة كتشرب مع أتاي، فيها الزنجلان مقرمشة بنينة بزاف. نحطوها في هاد الطبيصيل عفوا. وهذا هما اللي قلت لكم اللي حطيتهم دابا زوينين، شوفوا كيجيو بحال شي حلوه مقرمشه. وهذا هو الفطور ديالنا اللي بسيط بزاف. انا قلبت الكاميرا، ها هو الحليب والتمر اللي قلت لكم، يعني الحليب والتمر ضروري. الشوكولاته حطيته في هذه الزليفه، هاد جوج مماص يعني ديال الزبده، البيض، الفرماج، وقرعة ديال الزيت. غادي نحطها كما هي بهذا الشكل حيت ميمكنش نحطها حتى هي في هاد السليفات. اوكي كيف قلت لكم هذا الفطور بسيط 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 بزاف بزاف ومفيد عفوا في نفس المره. كيف شفتوا بسيط بزاف ومفيد في نفس الوقت. سمح لي كاين شي اصلاحات حدانا تصدر. ولا عجبكم الفيديو كنتمنى لكم تستافدوا من هذا الشيء، يعني اللي بسيط ومفيد وتعملوه في حاله. ما تاكلوش مثلا بزاف يعني دي كونفليكس ولا دي بسكوي بسكوي، يعني خصنا ناكلو يعني لي زاليمون ريش اون غلوسيد اون بروتيد، يعني بزاف يعني خصنا ناكلو دي زاليمون فاريي اي اكيليبري، يعني سان مفيدة يعني باش نبقاو اون بون سونتي. اون دوا مانجي دي زاليمون سان اي اكيليبري. لو عجبكم الفيديو ما تنساوش ديرو لايك، تابوناو في لاشين، تخليو ليا تعليق و بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم.